تعالي أقولك. هتقول إيه؟ ما أنا لازم أقولك. وسكت ليه؟ هسأل سؤال وترد علي وترد علي. بص بقى، أنا اللي هسألك السؤال الأول. فاكر يا سمير زمان لما قعدت جنبي وقلت لي يا حبيبتي أنا مش هبعد عنك أبدا، هفضل طول عمري جنبك؟ وصمت 3 أيام. فاكر طبعا. لا فاكرة لما قلت لي تعال ننزل نجري في الشارع كده بدون هدف من باب الانطلاق يعني. طبعا فاكرة. فاكرة كمان الناس افتكرونا حرامية وقعدوا يجروا ورانا واحنا مقلعين قدامهم. قولي يا سمورة، عملت ايه النهارده في العيادة؟ النهاردة الحقيقة كان عندي حالة، جاتني واحدة ست كده اكسلنت مزة يعني امور. سبحان الله، نفس الشفايف. ميرسي يا حبيبي. ونفس المناخير المنقنقة والسمار الطعم ده. ميرسي يا نور عيني. ونفس الكسم والحاجات دي كلها نفسها. بقول لك ايه؟ ونفس الشياكة. الله، كفاية بقى، هبتدي أغير. سي مريضة والعياذ بالله. يا ساتر يا رب. وعندها نفس ال نفس ايه يا سمير؟ الله، ما تخلي اليوم بقى يعدي حلو. عندها نفس المرض الوحش اللي محدش بيحبه ده. يا ساتر يا رب، ربنا يشفيها يا حبيبي. انا صحتي كويسه قوي. بس محدش كبير على المرض، هي محتاجه العمليه بقى. خلاص خلاص يا سمير، خلاص يا حبيبي. الله، كل ده يعني عشان سالتك عملت ايه النهارده في العياده؟ بقول لك ايه؟ هروح افتح الباب بدل ما افتح نافوخك. خد. سبحان الله، عشان حرام تسالني تاني. ايه ده؟ بطاطس؟ ايه في؟ يا ماما منال، ازيك يا منال؟ الحمد لله على السلامة. يعني وحشتك قوي؟ يا ناس ناقصة، يا عمارة فجة، يا جيرة واتشة، يا عمارة معفنة. ايه ده؟ ايه في ايه؟ الله، اخصى عليكي يا رجاء بقى. انا اغيب كده؟ اغيب احقق طموحاتي واحوش دولاراتي. دولارات؟ انت كنت في الكويت ما فيهاش دولارات، فيها دنانانانانات. احسن بكتير، احوش ديناراتي. ارجع الاقي الراجل اتجوز عليا. انت بتروحي فين وبتقطعي ده ليه؟ في ايه؟ الصدمه صعبه يا رجروجه. طب انا عايزه افهم، كنا هنعمل ايه؟ احنا ما كناش عارفين انت فين، اختفيتي فجاه. الله، اخصى عليكي، ما تبرش فيكوا العشره والعيش والملح ليا يا رجاء. يا ما خبطت عليكي، خبطت عليكي وقلت لك الحقي طبيخك بشتش يا رجاء، طبيخك بشتش يا رجاء. يا سلام يا اختي، جميلك فوق راسي. ريقي ناشف، عندك حاجه اشربها؟ عندي يا اختي، اتفضلي. طبخه ولا زي كل يوم؟ يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. سموره؟ يس. بجد اخص عليك. واي؟ اخص عليك، اخص كمان. اخص. منالوتا، منالوتا، منالوتا. طب نتفاهم. منالوتا. العمارة دي مجنونة واللي فيها مجانين. أنا مش عارفة إيه دول، هنعمل معاهم إيه دول؟ هي قالت لك إنها كانت في الكويت؟ معرفش، بس النط بتاع الكونغر ده اللي هم عاملينه يبقى كانت في الغابة واصطادتهم بقى. بصي، إحنا نسيبهم يلعبوا زي ما هم عايزين ونخرج مشوارنا. نخرج فين يا حبيبي؟ دي شقتنا يا سمير. الله، دي النيلة، مش عارف ليه بنسى إنها شقتنا. ادخل يا حبيبي يا غادة. لا والله انت، لا لا معقول؟ أخص عليك يا سمور. يلا جايين لكم يا أولاد، يا أولاد الفاصوليا. ايه القمر ده يا حبيبي؟ بجد يا علي، يا شكلي عجبك يعني الفستان حلو؟ الفستان وصاحبة الفستان، انا خايف تتحزني. علي، شكلك كده انت اللي حسدتني، كحبك جزمة اتكسر. معلش، خير خير. اقعد. معلش معلش. مش ممكن يا علي، جزمة لسه جديدة. ما شاء الله يا حبيبتي، بسببك بقيت مشهور. قصدك ايه يعني، كصحفي؟ لا، كواحد متجوز عادي يعني. طبعا يا علي، ما وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. اكيد اللي مطلع المثل ده واحدة ست. تقصد ايه؟ لا ما اقصدش، اكيد اللي مطلع المثل ده واحدة ست حلوة زيك. تحرجنيش بقى يا علي، ما هو لو فعلا المثل ده مش حقيقي يبقى انت مش رجل عظيم. ولا انت امرأة اصلا. ايه ده يا علي، انا مش امرأة؟
لا ما اقصدش حبيبتي، انا اقصد اقول يعني مش اي امراه يعني. اه علي. نعم. انت ما تعرفش انا بحبك قد ايه. لا ما اعرفش، قصدي يعني اكيد انا بحبك اكتر. طيب قول لي يا علي انت شايفني ازاي؟ يعني شايفني احسن ست في الدنيا؟ لا انا شايفك احسن ست في المطعم. مطعم ايه يا علي؟ انا اقصد في الدنيا. عارف يا علي اكتر يوم فرحت فيه امتى؟ امتى؟ يوم لما خلفنا معي. ثانية واحدة. ايوه يا زفتة، عايزة ايه دلوقتي؟ كانت مو لما يشحطرك. بعدين هاي يا حبيبي كنا بنقول ايه؟ كنا بنكذب. عارف يا علي اكتر حاجة بحبها فيك ايه؟ خفة دمك بجد سكر. انت عارف كل الناس بيحسدوني عليك، زي ما اكيد في ناس كتيرة برضو بيحسدوك عليا. لا يا حبيبتي. هو ايه ده اللي لا؟ قصدي اللي بيحسدوني عليكي اكتر لدرجة ان حسدهم راشق قوي. راشق؟ حبيبتي ممكن اطلب منك طلب؟ ايوه طبعا يا علي، بس لو فلوس انا مرتبي خلص. لا فلوس ايه، وانا خارج مع واحد صاحبي. حبيبتي انا نفسي تهتمي بيا شوية اكتر من كده، تهتمي بيا كده زي ما بتهتمي بشغلك. اعتبريني كتاب بتقريه، مقال بتكتبيه، أكل بتاكليه، كلين يا ستي أنا مش هزعل. بس كده يا علي؟ ده أنا حقيت لك صوابع العشرة شمع. لا ما أنا مش هنبسط برضو لما تولعي في روحك يا حبيبتي. في إيه يا علي؟ وأنا كل حاجة بقولها لك مش عاجباك؟ مش كده يا علي، أنت على طول كسر نفسي يعني؟ مش كده أنت عايز أعمل إيه؟ يعني عايزني أقتل نفسي وبعدين أسيب جواب وأقول إن أنت اللي قتلتني؟ يعني عايزة كمان وأنت بتموتي تأذيني؟ يا سلام، يعني أنت مش فارق معاك إن أنا أموت، أنت فارق معاك إنك تأذيني بس. يا انجي يا انجي يا حبيبتي. انت على طول كسر نفسي كده. يا حبيبتي طب اهدي بس. ايه ما مش معقول كمان، ما من ساعه ما خلفنا وانت ما بقيتيش رومانسيه خالص. انا مش رومانسيه، ده انا كل ده انا بدلع رومانسيه طول النهار. خلاص انا زباله، انا زباله. ما دخلت وانا برومانسك عليك. حقك عليا، حقك عليا. انا برومانسك طول النهار، انا داخل الحمام. انا مش رومانسيه، انا برومانسك طول النهار كده. ايه ده؟ صوت عياد ده ولا صوت بلبل بيغرد؟ هو العياد ده من الحان مين؟ ده انا مراتي ما كانتش بتعيط، دي كانت بترجع. انا اسف، انا اسف جدا، بس لو ما كنتش وقفت جنبك كده كنت هزعل قوي. ده انا؟ حضرتك انا سمين. ساندي. هو في واحده اسمها ساندي تعيط برضو؟ امال الجمالات تعمل ايه؟ ولا سيده ولا انجي، دي لازم تولع في روحها. اكيد اللي مزعلك واحده ست، اصل مستحيل راجل يزعلك ابدا يا الا ما يبقاش راجل. لا انت فاهم غلط خالص، اللي مزعلني ناكس. حيوان حقير زباله، حتى الكلب ما سكيش في حالك. لا ريكس ده البني ادم اللي كنت مرتبطه بيه. حيوان برضه. في حد يزعل الجمال ده؟ وبعدين هو في حد اسمه ريكس اساسا؟ ده حتى ما يصحش يعني. يلا مش مشكله، هو راح وانا جيت. انا اسمي علي الطيب وبيدلعوني يقولوا لي بحبك. لا بجد يا علي انت دمك شربان، سو كيوت يا علي. لما انا كيوت امال القمر ده يبقى ايه؟ قولي لي انت عندك فيسبوك؟ اه عندي فيسبوك واسمي علي ساندي. وانا علي، علي الطيب. هبعت لك فريند ريكويست. اوكي وانا هقبلك. وانا هتجنن. وانا لازم امشي يا علي. يلا باي باي باي. انت سعيدة. انا سعيد. باي باي باي. رايح فين يا علي؟ رايح الحمام. تعمل ايه؟ هعمل مكرونه بالبشاميل. هعمل ايه يعني يا انجي؟ نام يا ماما نام. ماشي.
قبلت العيد على طول، وكمان لايكات على كل صوري. ايه الجمال ده؟ طيب انتي فين؟ انا في الكافيه. طب ممكن تكلميني على الرقم ده؟ الله يخرب بيتك، انت كنت مستنياني. ازيك؟ الحمد لله. انتي ايه اللي معادك في الكافيه لغايه دلوقتي؟ عادي، مخنوقه مش عايزه اروح البيت بدري. ويا ترى قاعده لوحدك ولا معاكي حد؟ قاعده لوحدي. طيب تيجي نتقابل؟ اوكي تمام، مفيش مشكله. انت وقت ما انت عايزه. اوكي. بس خلي بالك، يعني في الوقت ده يا ريت نتكلم على الواتس والفيس بس. نعم، واتس وفيس. انت طلعت جامد قوي. انت لسه شفتي حاجه؟ ده انا هبهرك. في ايه يا عادل؟ مالك قاعد كده ليه؟ انت خلصت حمام ولا لسه؟ انا لا يعني في ايه يا علي؟ انت ولا لا ولا يعني طب بص يا علي، على ما تقرر انت ايه بالظبط اللي داخله الحمام. ها كاميليا، ترات ترارا ترات ترارا، انا جيت انا جيت انا جيت يا حسين. ترارا احنا في البيت لوحدينا لوحدينا يا حسين. ترارا فين المحشي يا كاميليا؟ يا كاميليا فين؟ فين المحشي يا كاميليا؟ انا جعان. استنى بس يا سونا سنة سنة، الناس الصبح تصحى تقول مون امور شو تام اش لي بديش اي لاف يو. في يا حسين انت عامل كده ليه؟ انا مش هاكل ولا حاجة من اللي انت قلتيها دي يا كمالي. انا مش هاكل غير محشي. يا اختي ايه يا دي المحشي اللي واكل دماغك؟ في يا حسين؟ في محشي الكرنب ومحشي ورق العنب ومحشي البتنجان ومحشي الكوسة ومحشي الفلفل اللي انا بحبه. حشيتهولك حشيتهولك وحشيت معاه كيس مخدة يمكن تشبع يا حسين. يا حسين حرام يا حسين. يا حسين انا من ساعة ما اتجوزتك ما بعملش اي حاجة غير ان انا بطبخ يا حسين. وبالرغم من كده كل يوم عمود الاكل بيجي ناقص. يا سلام، ده انا امبارح عاملة لك صينية بطاطس باللحم وصينية بطاطس بالفراخ وصينية بطاطس بوريه وصينية بطاطس محمرة، عايز ايه تاني يا حسين؟ نسيتي أهم بطاطس. لا هي ايه؟ صينية البطاطس اللي بالسيفود اللي أنا بحبها. جبت المورال يا حسين. صينية البطاطس بالسيفود يا حسين. هي صينية البطاطس بالسيفود سايبها لك نتعشى بيها النهاردة بالليل يا حسين. انا مش هتعشى غير محشي وكرومب كمان. اتعشى محشي وكرومب يا حسين واحنا نتنفخ يا حسين.
مساء الخير. نو ميرسي، مش عايزة. مش عايزة ايه؟ هو مش حضرتك اللي بتبيع الحاجات؟ ايوه انا اللي ببيع الحاجات كده. خطة التنكر نجحت. ايه ده علي؟ ايوه علي. انت لابس كده ليه؟ يعني عامل نيو لوك. فعلا ولا خايف من مراتك؟ انت عايزه الحق ولا ابن عمه؟ بصراحه خايف منها. اصل انا صريح. I like it. بقول لك يا علي، ما تحكي لي شويه عن نفسك. احكي لك عن نفسي؟ الحقيقه انا حياتي عاديه خالص، يعني فيها ملل كتير. انجي كانت رومانسيه قبل ما نخلف، لكن بعد كده بقينا نائر ونير. يعني زي بالظبط، مفتقد للرومانسيه. انت عارف اني انا رومانسيه قوي يا علي. بصراحه يا بخته اللي هيتجوزك. على فكره انا ما عنديش مشاكل خالص اني ارتبط براجل متجوز، على الاقل يبقى خبره شويه. انا خبره فظيعه. بجد. علي انت هانسم. هيثم؟ مين هيثم؟ لا. هانسم هانسم يعني وسيم، يعني جميل. ايه ده، هو مفيش حد خالص قال لك انك انت امور؟ لا، انا كانوا بيقولوا لي على وضعك وخلصانه بشياك. انت عارف انا لو في مكان مراتك هبقى بص في عينيك على طول كده، ببقى عايزه اقول لك انا مراتي بتقول حح برضو، بس بطريقه تانية يعني. لا بجد بجد يا علي، انا نفسي بجد ارتبط براجل زيك. انا امي دعيالي باين. أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف في يوم أنسى ولا عايز حبيب بعدك. يا أختي كاميلا، معقولة علي دياب داخل عليا؟ أنتِ عاملة عشاء حبيبتي؟ نعم. لا طبعا يا علي، من امتى بعمل عشاء؟ عندك جوه جبنه ولا عيش في التلاجه؟ جبنه وعيش. طيب انت اتعشيتي؟ في ايه يا علي، مالك شكلك ما اتعشيتيش؟ ادخلي انت ريحي جوه وانا هحضر لك العشاء واجيبه لك لغايه عندك. نعم. بقول لك هحضر لك العشاء واجيبه لك لغايه عندك في السرير، ونتعشى انا وانتي مع بعض. في ايه يا علي؟ مالك يا حبيبي؟ انت البتاعتي كابته على نفوخك ومسخناك ولا في ايه يا علي؟ ايه اللي مزعلك حبيبي؟ بالعكس، انا مبسوط جدا. مبسوط جدا، ربنا يبسطك كمان وكمان. طيب وانت هتعرف تحضر العشاء؟ طبعا هعرف، ولو ما عرفتش هطلب احلى واغلى اكل في الدنيا واجيبهولك لغايه عندك. نفسك تاكلي ايه يا حبيبتي؟ هتطلب اكل من بره؟ ونفسي اكل ايه؟ منين تجازر؟ لا انا كده ممكن يغمى عليا. بعد الشر عليكي حبيبتي، ان شاء الله. انا يلا يلا ادخلي الاوضه ريحي كده وانا هجيب لك الاكل لغايه عندك. مش عارفه يا علي، مش قادره اتحرك من الفرحه، حاسه ان انا اتشليت. انت عارفه انا جايه على بالي حاجه. خير يا حبيبي؟ نفسي اشيلك. ها؟ نفسك؟ ده انت ما عملتهاش ليله الدخله يا علي. طب شيلني علي، شيلني شيلني حبيبي، يلا شيلني علي شيلني. في ايه يا علي؟ في ايه؟ اللومباجو. اللومباجو، معلش. ما هو الواحد ما بياخدش كل حاجه، معلش. على الاقل انت اخدت من عمرو دياب الايس كاب بتاعته. والجاكيت. والجاكيت، صح صح. طب يا علي قوم انت بقى حضر العشاء. حضر العشاء.
الامباجو الامباجو. اه يا حبيبي الحمد لله، كان نفسي اتشال بس يلا لقيت قصيره الحمد لله. هيطلب عشا؟ انت من امتى حاسس بالتعب ده؟ يومين يا سمير بس، تعب حلو قوي، تعب ما بيوجعش، تعب يجنن. ريلاكس يا حبيبي، حاجات عادية بتحصل لكل شاب طايش زيك. اسمع بقى دقات القلب، قول اه آهن آهن من الأيام. يا ابني ما تجودش، أنا عايز أسمع دقات قلبك، قول آه وبس. أنا قلبي في لهفة وحيرة ونار، أنا قلبي معاك يا حبيبي احتار الليالي. ليالي؟ أنا عندي إيه يا سمير؟ عندك حاجة الحمائي؟ ما ينفعش عمرو دياب؟ عبصت حمودة؟ يمشي برضو. طب يعني اعمل ايه يا سمير؟ انصحني. انت جيت للراجل الصح. حلو، اعمل ايه بقى؟ معرفش. هو ده الكلام. امشي يا ليل. مي اعمل لك معايا سندوتش كده يا يوسف، يعني اهون عليك. طب والله يلا يا ولاد روحوا يا توري لبس المدرسة علشان اغسله. عندك الأوضة روحي خدي. عندك الأوضة روحي خدي. هي دي التربية برضو؟ ماشي يا سولي. قومي يا مي، قومي فزي هاتي انتي اللبس. طب خلاص يا يوسف، لما اشوفك بقى تبقى تصالحني. مين؟ مين؟ استني بقى، انتي هنا مين يوسف ده؟ هاتي هاتي. الو، ايوه يا يوسف، انت يوسف؟ قصدي يوسف مين؟ وتعرفها من امتى؟ وهتصالحها ازاي؟ قومي يا اختي، قومي يا بتاعت يوسف، هاتي اللبس، قومي. ها ايه يا ماما؟ يا ماما التليفون ما بتعمل ايه؟ بتكلمي مين؟ بكلم مين؟ ده يوسف. يوسف يا راجل، يوسف يا شهم يا ابو الرجال، بكره هيغنوا لك يا اخو البلحه المقمعه. ها وبعدين يعني ايه هتصالحها؟ هتصالحها ازاي؟ شمي شمي ما هو البيرفيوم دي، شمي. هاتي هاتي بقى موبايل، هاتي. لا لا ماشي يا يوسف، انا راجعه لك يا حبيبي. ها مش هسيبك. خلاص خلاص بقى، القدر انقذك من ايدي. خلاص. ايه ده السويت شيرت دي؟ علي جابها امتى؟ جابها امتى؟ جوزك بقاله اسبوعين بيجيب في تيشيرتات جديده، ولا انت واخده بالك؟ ده بقى روش قوي. روش قوي؟ وبعدين من امتى بيجيب لبس جديد من غير ما ياخد رايي؟ طبعا انت مش فاضيه. اه صح انا مش فاضيه، بس مش عارفه، هو ابوك معفن ما بيصرفش على اللبس، وبعدين ده مش ذوقه خالص. انت جايه على اللبس ده؟ بقى بيلبس حصاصات وسلاسل زي، بصي. حصاصات؟ هي حصلت حصاصات؟ لا كده كتير كده كتير كده كتير. ايه ايه في ايه في ايه في ايه يا ماما؟ يا ماما خضتيني. إيه انت هتموتيني ولا ايه؟ انا اصلي قلت لسمير ان حاجي اقعد معاكي نص ساعه بس وارجع، لو اتاخرت اكتر من كده كان ممكن يبلغ البوليس. بوليس ايه بس؟ ايه يا جوجو جو الافلام اللي انت عايشه فيه ده؟ بتتراجعي على افلام هندي كتير. بصراحه انا جايه عايزه منك نصيحه، وخايفه الولاد يسمعوني. ولاد ايه اللي هيسمعوني؟ عايزه افهم بقى. ولادك في شقتك وانت دلوقتي في شقتي انا، هيسمعوك ازاي؟ صح صح. ايه النصيحه دي بقى اللي انت عايزاها؟ بصراحه يا جوجو اصل انت يعني اقرب واحده ليا، وبعدين انت الكبيره بتاعتنا انت الكبيره بتاعتنا. خلاص عرفنا ان انا الكبيره بتاعتكم، ايه القرف ده؟ اتفضلي قولي عايزه ايه. بصراحه انا شاكه في علي. اشمعنى يعني؟ اصله بقاله يومين نظيف. وكان معفن قبل كده؟ لا مش قصدي، يعني بقاله يومين كده مهتم بنفسه وبمظهره زياده عن اللزوم. وبعدين بصراحه يعني انا عايزه اعرف اذا كان بيعرف ستات عليا ولا لا. بصي يا حبيبتي افهمك بقى. سمير حبني يوم السبت، خطبني يوم الحد،
اتجوزني يوم الاثنين. يوم الخميس بقى يا روحي حذري فذري عمل ايه؟ ايه؟ خني. يوم الخميس على طول؟ ايوه امال ايه؟ يا حبيبتي يا بنتي، طب ويوم الجمعة؟ الغريبة بقى راح الجامع صلى واستغفر. خلاص بقى يا جوجو قلبك ابيض طالما استغفر، مسامح كريم. طيب انتي عرفتي ازاي ان هو بيخونك؟ في ايه يا رجاء؟ ايه؟ طلع شمام؟ لا شمام ايه وبطيخ ايه بس؟ ايه؟ لا انا شميت ريحه برفان حريمي على جاكيتته. يا قروبة انتي اللي طلعتي شمامة يا مجرمة. طيب بقولك ايه رجاء، وفي حاجة غريبة يعني، رجاء الكبيرة هي رجاء الصغيرة ما شاء الله، يعني ايه بتاكلي ايه يا قروبة؟ ها خلاص يا حبيبتي روحي لعيالك، النص ساعة خلصت، يلا باي 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 باي. بجد ما بتكبريش يا رجاء. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب، معقولة يا ساتر؟ من شر حاسد اذا حسد، اعوذ بالله، كانوا زمان بيحسدونا بظهرنا دلوقتي قدامنا. ياما ياما ياما، الله اكبر. نعم يا حبيبي، اجازه. انا بقالي 10 سنين ما خدتش اجازات. انا لما جابوني الاسم ده جابوني عشان الظبط والربط. مساء الخير. كل العساكر اجازه، وتنزل تحت المساجين تقول لهم افراج، خلاص مش عايز حد النهارده في الاسم ده غيري. وانا يا فندم. انت ايه؟ اخد اجازه؟ ايوه تاخد اجازه طبعا. لا يا فندم، انا هسهر على خدمه الوطن. لا انا مين حبيبي؟ انت مش شايف وشك باصفر ازاي؟ يا فندم انت محتاجني دلوقتي اكتر من اي وقت فات. انا مش محتاج حد النهارده خالص. يعني اطلع بره؟ اطلع بره نبيل. هاي أؤمريني أؤمريني واشطيني. الله حلوة اشطيني دي. انت لسه واقف احمر، اطلع بره. يا فندم كنا بنقول ايه؟ انا عايز اعمل محضر. عايز اعمل محضر. يا لهوي يا لهوي، ده انت ده انا عامل لك 3000 محضر، 555000 محضر. محضر في مين؟ في خطيبي. ليه؟ الخاين خني. خني خني. ايه ازاي؟ هو احمر؟ ما بيشوفش حد يخون المربى دي؟ انا لو مراتي مربى زي كده انا ما كنتش خرجت من البرطمان. الحق يا فندم، في مواطن عمل بلاغ. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ مواطن مقدم بلاغ يا فندم. بيقول في ايه؟ بيقول الواد قلبه بيوجعه وعاوز حد يدلعه. اطلع بره نبيل. الواد بيقول الا. اطلع بره نبيل بدل ما اجيب الطبانجه وافرغها كلها في نفوخك. ماشي يا فندم، يا احلى فندم شفته في حياتي. كنا بنقول ايه؟ كنت بقول لك انه عايز اعمل محضر في خطيبي عشان هو بيخني. ده انا هلبسه قواضي مصر كلها. بجد؟ اعتبريني الستايلست بتاعك في تلبيس القواضي. ده بجد؟ بجد، ده جد الجد كمان. ثانية واحدة، دي ورقة وقلم وافتح محضر حالا. سين. السن 40 سنة. ازاي؟ هو عنده 40 سنة. أنا مالي بهو الشلاح في خطيبك؟ انا بتكلم عليك انت. مربى 28 سنه. عزه 28 سنه. الوزن 60. اوزي يتقرقش كده. يتقرقش 60. العنوان اوعي تفهميني غلط، ها؟ ولا عقلك يروح لبعيد ويفتكر مثلا ان انا عايز العنوان عشان اجيلك بالليل مع اني هموت واعمل كده، بس اوعي تفهميني غلط. 17. أحلى 17 سمعتها في حياتي. 17 ألف. إيه؟ ألف. ده عربي ده؟ يا لهوي يا جدعان، ألف عربي طالعة كأنها إسبانيولي. ألف. مصر الجديدة. مصر الجديدة.
المحضر ده المفروض ما يتكتبش بالحبر، ده يتكتب بالعسل الابيض. لهوي مصر الجديده. طب يا فندم اعتبر كده الموضوع خلص. الموضوع خلص، هختمه لك بس بالخيط. لا ختم ايه ده، انا هختمه ببوسه. بجد شكرا، يعني كده هتلبسه في ضيا؟ ده انا هلبسه لك، قلت لك اعتبريني الستايلست بتاعك في تلبيس القواضي لخطيبك ده. ميرسي يا فندم. طب ينفع اروح؟ ليه؟ هتخليكي واقفه شويه. اتفضلي، هي دايما كده اللحظات السعيده بتعدي بسرعه. طب باي. باي 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 باي. حسين ازيك يا حسين، عامل ايه يا حسين؟ يا جوزي يا حبيبي يا حسين. حسين جوزي بيموت فيا، يقول لي يا مربتي يا حياتي، ما اقدرش اعمل ولا قضيه غير لما بشوفك يا حبيبتي. ازيك يا حسين، انا جيت لك اهو يا حسين. مالك يا كاميليا، انت بتهرشي فيا كده ليه؟ انت جالك جرب ولا حاجه؟ طب باي يا فندم. باي باي حبيبه قلب الفندم. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي، عايزه سقاله عشان الواحد يعرف يبوسها. حسين. نعم نعم يا كاميليا، ايه اللي جابك دلوقتي؟ صالك يا حسين، وانا اللي قلت اعملها لك مفاجاه واجي اشوفك يا حسين. فيها كمال، بس بصراحة اتخضيت، قصدي استغربت، وبرضه انت مش هتبطلي شرب سجاير ولا ايه؟ هبطل يا حسين، انا قلت بصراحة يعني اجي واقول لك ان انا بفكر فيك واجيب لك هدية يا سونا. هدية؟ وانا اللي ظلمتك وافتكرتك جاية عشان تاخدي مني فلوس. ما انا هاقل منك الفلوس وانا ماشية يا حسين. منكم انتوا الستات ما ينسوش حاجة أبدا، تجيب الهدايا وبعد كده تاخد حقها. أنت حالتك اتطورت قوي اليومين دول يا علي. قوي يا سمير، أنا حاسس إني اتولدت من جديد وعايز أرجع عيل صغير تاني. بلاش عاجل، دي بامبرز، بامبرزات غالية قوي دلوقتي، وبعدين بامبرز بحجمك أنت توب، وإنجي هتخرب بيتها كده. أنا مش عايز أوصل لمرحلة البامبرز، أنا عايز أوصل لمرحلة الثانوية العامة. الثانوية العامة إيه؟ وهتسقط ومش هتجيب مجموع، انسى انسى. خلاص يا سمير، بلاش الثانوية العامة، خليها مرحلة أولى جامعة. لا لا، جامعة إيه؟ جامعة مظاهرات ساعات وضربات، وممكن الرصاصة طايشة تيجي فيك. ممكن تيجي فين يا سمير؟ هي بتبقى عارفة داخلة فين؟ أوكي. بقول لك يا سمير، أنا جاي لك عشان تعقدني. يا ابني أنا مش بقول لك الحقيقة. بقول لك ايه، ولا تقول لي حقيقه ولا ايه؟ انا خايف اقول لك ارجع تاني لاول سنه ليا في الشغل تقول لي وقفوا التعيينات. عايز رايي؟ اه. بص، ابتدي من الاول. ازاي؟ انا كده فهمت. ايه ده؟ يا نهار ابوك اسود، انت جايبه لي قنبله يدويه هديه؟ طب ايه المفاجاه في كده؟ هتفجريني ولا ايه؟ لا يا حسين انت مش فاهم. افرض يا حسين وانت بتجري ورا العصابه الشريره كده بهمه ونشاط المسدس بتاعك وقع، هتعمل ايه؟ ساعتها تفتكر ان مراتك حبيبتك جابت لك قنبله، تقوم تطلع القنبله من قفاك وتقوم طاخ، سوري يا حسين انا اسفه، تقوم طاخ على العصابه الشريره وتنقذ يعني الابطال كده وتبقى بطل. وايه مش هما بيعملوا كده ولا ايه يا حسين؟ ولا انا غلطت ولا كمان؟ انا ضابط شرطه مش ضابط في السيرك القومي، ولو ما مشيتيش دلوقتي هشد الفتيل وافجر القنبله دي في نافوخك. يعني الهديه بتاعتي ما عجبتكش يا حسين؟ يا حبيبي تعبي، مش قصدي، بس ما فيش واحده تجيب لي جوزها قنبله يدويه تاني. هعمل بيها ايه يعني دي؟ هرقد عليها يعني؟ قلت افرحك يا سونا. فرحيني ايه؟ احنا نلعب مع بعض تفرحيني.
حلو قوي نلعب دي. بص بقى احنا تعالى نلعب كاوبوي. انت تروح تقف هنا وانا اقف هنا واقوم طخ ونشوف مين اللي يقتل فينا الاول. اقتلني يا حسين. كماليا السلاح يطلع. كماليا دي كانت يا كماليا يا الحر الاسود تقتلي حسين هنا في الاس يا مجنونه هتحطي نفسك في داهيه. يعني كنت تقتليه في اي حته محدش يعرفك فيها يا مجنونه انت وبعدين يشيلي الجثه بتاعته ويرميها في النيل. لا تشيلي ايه انت قد كده هو قد كده يعني معرفش يعني دحرجيه دحرجيه. نعم يا حبيبتي تدحرج مين ان شاء الله. بقتل مين يا انجي؟ انا بلعب معاك يا بوي. اقتلي واقتلك يا حسين. وبعدين انت ايه اللي جابك اصلا؟ ها؟ ما فيش كلمتك على الموبايل لقيته مقفول افتكرت ان انت قلتي انك هتعدي على حسين في المكتب. بصراحة أنا شاكل نعلي. أيوة أيوة صح أنا كمان شاكل. علي وكماليا انضموا لجماعة إرهابية صح صح. جماعة إرهابية أنت كمان دي غلبانة دي. أنا شاكل نعلي بيخوني. هو إيه اللي بيخوني وده تقولي بيخوني؟ إيه حوار الخيانة النهاردة ده؟ طب إيه اللي خلاكي تقولي كده؟ اصل هو بصراحة يا حسين اليومين دول معرفش بقى مهتم بنفسه زيادة عن اللزوم وبعدين بقى نضيف فلة كده وابتدى يلزق شعره بالفازلين على جنب. غريبة دي. طب انا همشي دلوقتي حالا. هتمشوا معايا ولا انزل بقيتكم تحت انتوا الاتنين في التخشيبة؟ سلام. استنى يا حسين استنى يا حسين. مفيش ثواني. مش هتقتلني وقتلك يا حسين يا حسين. قنبلة هفجر بيها علي. الله مسدس. هقتله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حسين. منورانا والله يا حبيبتي. ده نورك يا كاميليا. اهلا وسهلا مع ان الوقت متاخر بس اهلا وسهلا. اتفضل يا حبيب قلبي. تسلم ايدك حبيبتي. انا بحب المانجا اصلي معلش. الهنا والشفا. اكل انا كيك. عاد ايدك ايه انت مصدومه دلوقتي؟ في واحده مصدومه تاكل كيك؟ ما يصحش برضه يا انجي. خلاص مش عايزه. طب ولو طلع بيخوني؟ يبقى راجل ما بيفهمش. ايه انت بتقوله ده يا حسين؟ مش قصدي انا قصدي يعني ان الراجل ما بيخونش مراته غير في حالتين. ايه هما بقى؟ الحاله الاولى ان مراته تبقى ست نكديه. الحمد لله مش انا ولا انا. ومنكد عليه عيشته. يا اما الحاله الثانيه ويبقى راجل رمرام. واطمني علي في الصفتين دول. اراك يا حسين متعاطف شويه مع علي ولا انا متهيألي؟ ايوه طبعا يا حبيبتي طبعا لازم يتعاطف معايا. رجاله بقى زي بعض وبيبرروا الخيانه. انا مش راجل. ايه؟ مش راجل زي علي بخون. انا استحاله اخون ابدا وده لسبب واحد. سبب ايه يا حسين؟ ان صحتي في النازل اليومين دول. لا ما دي انا متاكده منها قوي يا حسين. خلاص يا كاميليا خلاص هتفتحيني قدام الضيفه. بص يا انجي انا حاسس انك ظالمه علي قوي. ظالمه علي؟ يا سلام وانا اللي جايه لك فاكراك هتفيدني؟ خلاص يا ست ما تزعليش انا هراقب لك علي. بس في شويه اسئله كده ها عايزك تجاوبيني عليهم بمنتهى الدقه. حاضر. افتح معذره كمال. انا يا حسين بسرعه ثانيه واحده. حاضر اهو. سين جيم. لا جيم لما دي الاجابه. سين لسه ما سالتش. حاضر حاضر. سين اشترى هدوم جديده قريب؟ جيم. لسه امبارح. برافو يا حسين. سين بيقف يتسمسم قدام المرايه ويلزق شعره بفازلين. لسه امبارح. فين جيم؟ حاضر جيم. لسه امبارح. برافو يا حسين. سين جدد باقة الانترنت. جيم. لسه امبارح. برافو يا حسين. سين الباقة اللي جددها دي خلصت في نفس اليوم. جيم. لسه امبارح. برافو يا حسين. حلو قوي كده. اخر سؤال واهم سؤال. سين بيخونك مع واحده؟ جيم. لسه ايه؟ ايه يعني هو هيخوني مع واحد؟ صح.
ايه السؤال الغبي ده؟ صح. وانا لو عارفه الاجابه كنت جيت لك اصلا. خلاص طمني طمني يا اجي. اخ انا هظبط لك الموضوع ده. اقفلي المحضر كمان اكتبي. وقد اغلق المحضر في ساعته وتاريخه. وامر وكيل نيابه العجوزه بمراقبه المدعو علي الطيب. حسين انت مش قلت لي النهارده يا حسين؟ اهو ده اكبر دليل ان حسين ما بيخونيش. برافو يا حسين. خلاص بقى يا عم كابتنا، عمال يقول دي احداد دي احداد وهو بينوح بقاله 3 دقايق. على فكره يا بنات احنا جوازنا محظوظين قوي قوي، لازم يحمدوا ربنا ان احنا موجودين في حياتهم. انا بس عايزه اعرفكم ان انا اهم انسانه في حياه شريف جوزي. احنا بجد قصه حبنا هتتحكي في كتب التاريخ. اه طبعا، امال ايه؟ اصل فضايحكم كتيره قوي. منال انا وميسون المعزه اللي جابها لي على اخر الزمن. ايوه، ما انت اول ما غرتي في داهيه راح متجوز عليكي على طول. اتجوز ميسون، يبقى دي احداث. بالظبط. هموت من القلق، هموت من القلق يا كاميليا. تفتكري فعلا علي هيطلع بيخوني ويعرف واحده تانية عليا؟ طبعا اكيد، علي ده اصلا انسان محترم ومهذب وخلوق جدا. عايزه لبي انجي؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده يا كمال؟ ايه ده؟ منين مهذب وخلوق ومحترم ومنين اه بيخونك؟ في انتي بقولك ايه، اخرجي من دماغي دلوقتي. انتي بتزعقيلي يا انجي، انا مالي؟ اه حسين زمان بتقولي اي كلام، انا مش فاهمه. خلاص بقى، طب طلعي غليك فيا. خلاص لما نشوف. اهو جه اهو جه. وش مساء الخير. مساء النور. هاي يا حسين، طمني خير. ايه يا حسين؟ افهم ايه انا من دي؟ افهم ايه؟ اللي حسيته طلع حقيقه يا انجي. انا بعد تحريات كتير. انا اللي عملت التحريات يا باشا. وانا اللي اشرفت عليه. وانا هخنقكم انتوا الاثنين لو ما اتكلمتوش. اخلص. الصراحه ها علي طلع بيخونك مع واحده فارهه الجمال. يا بخته ابن المحظوظ. فارهه الجمال؟ طب وعرفت ازاي يا حسين؟ ايه عرفت ازاي دي يا انجي؟ هو انا ظابط ولا بتاع بطاطا؟ لا بتاع بطاطا. ايه؟ راقبت تحركاته طبعا. انا اللي راقبت تحركاته يا باشا. وانا اللي قلت لك تراقبه ازاي؟ ماشي يا ماشي ماشي. تعرف الموزه يا باشا اللي كان معاها دي؟ اه بسم الله ما شاء الله، طويله ولا برج خليفي. عارف طلعت مين؟ مين؟ شوف يا باشا بنفسك. وريني. ايه ده؟ الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. الواد بيقول الاخ. اه ليه كده؟ استني حبيبتي، ليه كده؟ ده قلبي خلاص بدات تدخل فيه. سانتي. سانتي مين؟ حبيبتي مين؟ دي واحدة. يا لهوي، حاجة كده. بصي، فول اوبشن، هاي لاين، فتحة سقف، جنوط سبور، اير باج، سنتر لوك، لونها برازيلي ميتاليك، حاجة كده على المفتاح. طب ودي عاملة كام؟ لا دي استعمال طبيب. حسين! ايه؟ دي واحدة، واحدة جات الاسم عايزه تعمل محضر في شلاح في كده، مش عارف بيخونها بقى ولا بيعمل ايه. يعني هو علي متجوزها وبيخونها معايا، ولا هو جوزي وانا مش فاهمه حاجه يا حسين. شوفي، ممكن يكون هي متجوزه واحد تاني وبتخونه مع الاستاذ علي.
يعني مين بيكون مين ومين مع مين ومين ضد مين؟ أنا مين؟ أنتِ تتلهي خالص دلوقتي. صراحة أنا اللي كنت أخونك معاها كمالي. آه! أنا مش مصدقة نفسي حسين! إيه اللي أنتِ بتقوله ده؟ استني بس لما نفهم. طب مش عارف هيتقابلوا إمتى تاني؟ صراحة معرفش. أنا اللي عارف الميعاد يا باشا. هيتقابلوا في الألوان ده بعد ساعة. أنا فعل خير بس. ايه؟ عرفته خلاص. كده يا علي؟ الدنيا ولعت يا بولد. أنا اللي ولعتها يا باشا. وأنا اللي اديتك الكبريت. انجي يا حبيبتي، تحبي تشربي إيه؟ أنا هشرب عصير. وأنا سألتك. تشربي شاي؟ ماشي رجاء شاي. ولا الشاي بيعصبك وبيسهرك؟ لا لا لا، شاي كويس. طيب تحبيه أحمر ولا أخضر؟ والله في الحالة المنيلة اللي أنا فيها أسود ومنيل. بسكر ولا سادة؟ ماشي معلقة سكر كويس. في الحالة اللي أنت فيها دي يا حبيبتي يبقى سادة أحسن. شكلك بتوفري في السكر يا رجاء. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ده حد مع عائلي مش لحد لوحده. انا حسين بيشرب اربعه مره واحده. ايوه ده حسين. بطلي فجعانه يا حبيبتي. لسه ما لحقتش اشرب. تسلم ايديك يا جو. ممكن بقى اعرف مين دول؟ انا هقول لك مين دول. ده بعلك علي. ده علي؟ ودي الموزة اللي هو بيعرف. ما تقوليش موزة! بس اهدي. طيب خلاص خلاص خلاص. انا عايزاك بس بس حرام عليكي بوظتي الخطه. طيب. يا انجي مش كده. انجي من فضلك اهدي يا حبيبتي عشان نعرف نخطط صح. حاضر. ممكن بقى اعرف ايه الدوريه اللي في النص دي؟ دي الترابيزه اللي هم بيقعدوا عليها لما بيتقابلوا ويشربوا المشروبات هم في الكوفي شوب. ما كان عندي حسبي ايه يا شباب يا شيخه. مشروبات وقعت الحاجه عليا كده كده. شفت عملت ايه؟ الكوبايات كلها اتكسرت والمشروبات اتدلقت في الارض وكل ده على حساب جوزك. يعني ميزانيه بيتك هتتاثر. هاتي هاتي. اهو. ايه ده ان شاء الله؟ دي بقى الترابيزه اللي جنب الترابيزه اللي بيقعد عليها علي والموزه بتاعته، علشان انا قاعده على الترابيزه هنا اراقبهم. انا لازم يكون ليا دور في الخطه دي. هيكون لك يا اختي، ما تفرحيش قوي. بصي بقى اللي حصل بين انجي وعلي ممكن قوي ان جوازنا احنا الاثنين يتاثروا بيه ويعملوا زي علي ونبقى احنا الاثنين زي انجي. ايه زي انجي بقرف كده؟ ايه انجي جالها جرب؟ لا يا حبيبتي. ايه صحيح زي انجي؟ ايه وحد تقولي بقى زي انجي يا رجاء؟ لا ما اقصى عليك. خلاص خلاص انجي. الله، انا مش قصدي ابدا، انا قصدي يعني انكم تركزوا معايا كده وتحاولوا تفهموا. حاولي تفهمي اللي حصل ده بين انجي وعلي. حصل امتى؟ مش لما المشاكل زادت بينهم؟ وفي التوقيت ده بالذات الموزه دي ظهرت في حياه علي. نقوم احنا بقى نعمل ايه؟ نطلب البوليس. لا نطلب المطافي. خرب بيت غبائك. لا نطلب سندوتشات كبده ونجيب جنب الكبده حاجه ساقعه عشان بصراحه انا جوعت واعصابي تعبانه. خرب بيت تفاستك. هو ايه ده؟ امال نعمل ايه؟ نطلب الطلاق. حرام عليك انا كده. نطلب الطلاق. اوعي انجي. اوعي يا انجي. اوعي يا حبيبتي تطلبي الطلاق. اوعي تقولي لعادي طلقني. الرجاله ما عندهمش مراره. على طول هيقول لك روحي وانت طالق يا انجي. كده بقى تبقي نولتي البت الموزه دي اللي هي عايزاه وخربتي بيتك بايدك. لا 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 مش هقول له تلقني دي. لا نعمل ايه يا سياده الضابطه حضره اللواء؟ يا جوجو نعمل ايه؟ انا هقول لك حبيبتي احنا هنتبع الخطه اللي بتقول افرضي بوزك يرجع لك جوزك. ايه مالكوا عاملين كده؟ ايه افرضي بوزك دي؟ بقول لك انجي عايزه تنتقم. جوجو بصي خليكي في كوزك لما نعوزك. انا اللي عندي الخطه. انا هقول لكم. لا اخرسي خالص اطلعي من كوزك بقى جوجو. انا عندي خطه ما تخرش الميه. اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ ازاي تبردي نارك وتاخدي حرام عليكي يا انجي. في ثلاث خطوات بس. ثلاث خطوات. الخطوه الاولى ايه؟ ان احنا نقتله يا شيخه. اقتلوني. انتهى خلاص ده دخل النار. اسكتي بقى. والخطوه الثانيه ايه؟ الخطوه الثانيه
ان احنا لو ما عرفناش نقتله نأجر حد يقتله. يا استاذه انجي، والخطوه الثالثه بقى ان شاء الله ايه؟ الخطوه الثالثه بقى اذا ما عرفناش نقتله ولا نأجر حد يقتله لنا، احنا نكشف راسنا وندعي ان ربنا ياخده ويموت لوحده او نقتله. يا شيخ انا كده ما بقتش فاهمه حاجه واللوحه اتلخبطت. فاهمين يا رجاء الخطه بتاعتك؟ انا فاهمه. اهدي بقى. خطه افرضي بوزك يرجع لك جوزك تتلخص في خطوتين بس. الخطوة الأولى نقتله. بس بقى بس بقى. بصي يا حبيبتي الموضوع ما فيهوش قتل خالص، هما خطوتين اتنين. ها. أول خطوة ها. ركزي مع الموزة، بصي على الموزة شوفي إيه اللي عاجبه فيها، إيه اللي هي بتعمله، بتتكلم إزاي، بتضحك إزاي، بتتقصع له إزاي، بتقول له يا علي ازاي، يا ساتر يا رب بتعملوا ايه؟ لا انتوا كده شبه الجاموسه اللي بتكتر، هي بتبل شفايفها مش بتطلع له لسانها. المهم ركزي معاها واعملي بالظبط زي ما هي بتعمل. مالك يا رجاء سلامتك؟ اي لا لا اصل الغضروف قفش. سلامتك يا حبيبتي. لعلمك انا كل الحاجات دي سهله قوي اعملها، بس هي في حاجه وحيده مش هعرف اعملها خالص. اللي هي ايه؟ البت فرقه قوي، فرق الطول هجيبه منين؟ جزمه. انا جزمه؟ رجاء بتشتميني؟ انا ما قلتش انت جزمه، البسي جزمه قبل ما تاخدي بالجزمه. وعايزه اقول لك حاجه بالنسبه للمعلومات بقى، سامير جوزي خفيف بيدلدق الكلام، ضايع بيتكلم وهو نايم. يا حبيبتي هجيب لك كل المعلومات اللي تهمك عن علي جوزك منه. وانا كل المعلومات هجيبها لك من حسين. والنبي انتوا استبينا استبينا. والنبي يا رجاء والنبي سيبيني اقتله بس مش هموته. يوه يبقى ادعي لي بقى وانت بتاكل. سلام يا شعبان. يا صباح الهنا والجمال والسعاده والجوده. عايزه سكر. سكر بقى الضحكه دي تعوز سكر؟ يا خوار ابيض، ده انت تحلي احلى كوبايه شاي في الدنيا. ده انت حليتي حياتي والله. كفايه بقى يا شعبان، اديني السكر عشان امشي. لا هديكي السكر ولا هخليكي تمشي. يا حلاوه يا حلاوه. شعبان عايزه ربع فحم وطاقه شاي. يخرب بيت دخلتك عليا، يخرب بيت دخلتك عليا، وقعتي المحل غراب ودخل عليا. وانا مال يو حاجتك ايه اللي مش محطوطه كويس؟ طب نعم عايزه ايه؟ بقولك عايزه ربع فحم وباكو شاي ولم الحاجه دي. يا ساتر يا رب على الصوت اللي يقطع الخميره من البيت. يلا يا شعبان عشان تشوف زباينك الحلوين. اه يا حبيبتي حلوين حلوين غصب عني، حلوين الروح والشكل كمان. ده انا خرطني الخراط واتمدد مات ولا ليكي كلام تاني يا قطه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انصرف انصرف، انا طيب والله والله طيب. سلام بقى يا شعبان، هاجي لك وقت تاني. طبعا سلام بقى يا شعبان. بلا وقت تاني بلا، انا مستنيكي وقت تاني ان شاء الله. نعم نعم يا غراب عايزه ايه؟ عمل عليك ايه من ساعه اهيبه ما سافرت وانت شايف روحك على الاخر. وانتي مالك انتي مالك، اشوف نفسي ولا ما اشوفش نفسي؟ هو انتي مراتي وانا هخونك انت ولا هخون مراتي؟ اه يا حبيبي صاحبتي وحبيبتي وعشره العمر. وبوصياني بقى قبل ما تسافر انقل لها كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. ها علي انت رايح فين يا حبيبي؟ ابدا انا كنت خارج يعني وما عندي مشوار يعني. ليه يا علي بس؟ تعالى احنا قاعدين قدام التلفزيون وعامله لك بقى شويه مكسرات وجاتوهات وحركات وهنقعد نتفرج على الاوسكارز، حفله الاوسكارز النهارده يا علي. اه فعلا دي قاعده حلوه قوي، دي ولا راس السنه بصراحه. يا علي ايامي كلها معاك راس جديده. يعني ايه راس يعني؟ كل ايامي معاك راس سنه جديده يعني يا علي. بص بص انت عمري. ايه؟ انت عمري يا علي. طب يا ست الله يبارك لك. بابي
يلا بقى تعالى اقعد معانا وازقز لب بقى عشان نتفرج على الحفله. ايوه تفتكر بقى مين اللي هيكسب النهارده؟ انا رايي لالا لاند. وانا كمان رايي لالا لاند. فاكر يا علي؟ وات اباوت يور فيرست اوسكارز؟ ايه؟ اوسكارز البنت بتاعت السنه اللي فاتت المذيعه دي اللي كانت بتسال الراجل وتقول له وات اباوت يور فيرست اوسكارز وهو انت قلت لي الله ده سؤال غبي جدا قصدي سؤال حلو قوي وزنقته وانا اقول لك يا علي في الاخر البنت لبست في الحيطه و راحت ورا الشمس. فعلا كان سؤال تافه جدا انا مش عارف اقول لك ايه بس انا حبيبتي انا لازم انزل علشان خاطر اتفرج على الماتش مش اكتر انت عارفه الماتش مش اكتر طبعا يعني مش طب بقول لك ايه علي ايه رايك نخرج كلنا معاك كعائله كده نتفرج على الماتش ايه رايك؟ لا ما ينفعش يعني ايه اخد امك وكافيه واكشفها على الرجاله انتوا بتهزروا لا في دي معاك حق حي مش طول عمرك لا بلاش تكشفني على رجالة طب بقول لك ايه علي بلاش انا هقعد هنا اكل الخروب وازقز لب وخد العيال معاك هم عايزين ايوه يعني يكشفوا على رجالة يلا 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 حسبي الله ونعم الوكيل يلا حبيبي يلا 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 باي باي يا مامي باي يا حبايبي باي باي اكل انا خروب ممكن يا ريشة في هوا بملم ملم والحب بين جناحين بملم ملم يتترتب ويقول له روح فين الدنيا الدنيا تيرارارا 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 طب ليه؟ هو قال لي ليه يا حبيبي؟ ليه كل حاجة حلوة بتبقى قصيرة؟ يا ساتر يا رب ايه الكآبة دي؟ المهم انت قاعد تعمل ايه؟ هو انت بتعرف ترسم؟ طبعا لا امال بتعمل ايه؟ طب مش تسأليني الأول برسم ايه؟ يمكن بحضر لك مفاجأة ما تقوليش أكيد بتهرج بترسمني أنا ها؟ ايه ده؟ ها؟ مين ده؟ هو أنا قصدي أنت الحقيقة ومركز في الراس مظبوطة وبعد كده لقيت الشخصيات دخلت هو فطوطة انت توارد شخصيات توارد شخصيات؟ طب يا اخويا بتاع التوارد الشخصيات عايز اقولك بقى ان صاحبتي وحبيبتي ونور عيني انجي وقع في محنة عايزين نقف جنبها واكيد جوزها عالي برضه في محنة وعايزنا نقف جنبه لا يا حبيبي علي ده ما توقفش جنبه ابدا علي في نعمة لازم يحمد ربنا عليها انا نفسي ابقى في النعمة دي برضه طب اسكت خالص اسكت خالص 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 بقول لك ايه عايزه منك خدمه سموره بص يا حبيبي عايزك تراقب علي تشوفه بيعمل ايه بيقابل مين بيكلم مين في التليفون وتيجي على طول تقول لي انا كولالومبو خدي دي بقى امبارح تلصصت عليه لقيته ماسك التليفون وبيتكلم بصوت ناعم الله قول لي بقى كان بيكلم مين وبيقول ايه؟ كان بيطلب دليفري دليفري؟ كان بيطلب ايه؟ 2 كيلو بطارخ وربع بلطي ونص لقز لقز؟ بيقول يا عم بقول لك عايزه معلومات بتقول لي اكل عايزه معلومات اديني اكتر هقول لك نكته قطه قابلت قط لو انت قطه وانا القط عايزه تخطبيني تقولي لي ايه نياو نوت نياو لازم يكون في دعم اكتر لحماده يلا فضوا بعض هنا بسرعه قبل ما الاماكن تتسحب يلا في مكان فاضي اهو فين ده يا فوق قاعد عليك محظوظه طيب خش اقعد ماما تتحدث إلى سوري سمعني حول سوري تتحدث إلى ماما سمعت للأسف حول اوعوا تخلوا أبوكوا يقوم سمعني حول جون جون الله عليك وعلى جمالك يا ابني ما تشوف لي مكان جنبك يا جميل بتقول حاجة يا بابا؟ ما بقولش اتفرجي وانت ساكتة في يا مالك لا مفيش فرحان بس شوية بالجون هو انت تفرح وتزعلني أنا؟ ما تخلي بالك شوية ما تظبط ياض اظبط ياض بدل ما اظبطك ما هو بيلعب حلو هو يا بابا بيلعب حلو ازاي؟ ازاي؟ ماما تتحدث إلى سوني سامعني بسرعة قول لأبوك إنك
عايز تروح الحمام حول. انا مش مزنوق دلوقتي. حول. لو ما قمتش كلنا هنتزنق يا ابن المزنوقه. بابي بابي عايز اعمل بيبي. عايز اعمل بيبي. عايز اعمل بيبي. ده وقته. جول 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 جول. ايه يا بابي الجول ده فينا؟ وماله؟ ما تفرح للناس يا حبيبتي. لا كده انت كتير زودتها على فكره. بتلمي نفسك. الله يا فرحتي ايه وانت كل شويه تمسكني هتتلكك. اديله اديله التاني. ده ولد قليل الادب لعيب زباله. بقول لك يا سوري انا نفسي احس كده احساس الحضن لما تكوني حس الامن. يا نبيل بيقول لي ان انت مش شايف شغلك كويس. وانا حس الامن يا باشا بيقول لي انك هتحبسني. حسك الايه؟ الامني. الامني؟ حسك عينك اسمع الكلمة دي مرة تانية. الحس الامني ده موهبة مش موجود غير عند تلاتة. انا وجون ترافولتا في فيس اوف ونيكولاس كيدج في فيس اوف. والاتنين خلاص بقوا فيس اوف. انما انا فيس اون ولسه في الخدمة. يعني انا لو فسيت قلنا سعاده الباشا يبقى عندي حس امني؟ انت لو فسيت بس يبقى عندك حس امني. انت قاعد عمالين نرغي ونتكلم وسايب القضايا بره. في قضايا بره هات انا فيه. سعاده الباشا دي المدام بتاعت حضرتك والاستاذه انجي. الله يخرب بيتك يا حمار اندهلهم بسرعه. حضر سعاده الباشا تماما فاهم. اتفضلوا جميلات يا حلوات يا مرات. سونا ازيك يا حسين؟ خير يا كمال؟ ايه اللي ما في ايه؟ ما احنا لسه شايفين بعض الصبح ومهزقين بعض كالعاده. تهزئ الحليب زي اكل الزبيب يا حصين. خير خير يا حبايبي. فكي بوزك يرجع لك جوزك. نعم. دي شفره دي ولا ايه؟ لا دي خطه اللي عملناها علشان نمنع علي ان هو يحب البت الطويله الصنافور اللي اسمها ساندي دي ويرجع لبيته. ساندي. مين يقدر يمنع الحب؟ مين؟ الحب ده بيسيح المشاعر زي ما حتة الزبدة تنزل تسيح كده في الشعرية. مين يقدر يمنع ان الزبدة تسيح في الشعرية؟ مين؟ مين؟ عندك حق يا حسين عندك حق. صراحة كلامك عسل وزبدة وقشطة. عندك انا وحسين مثلا اول ما شافني سايح فيا مش كده برضه يا حسين؟ انا هسايح دمك ان شاء الله. في فرق بين الحب والقضاء والقدر. انجي انجزي عايزه مني ايه؟ صراحه بقى يا حسين انا عايزك تروح تقبض على الست دي. بتهمه ايه ان شاء الله؟ بتهمه انها بتحب واحد اسمه علي؟ خلاص بلاش بلاش تروح تقبض عليها. انا عايزك تروح تتكلم معاها يعني تروح تفهمها ان هو راجل متجوز ويعول عنده 3 عيال وعنده زوجه مش بطاله يعني. هو بس المشكله الوحيده انه ما عندوش دم. ايوه صح صح. انا مستعد اروح ابات معاها واقول لها ان هو ما عندوش دم فعلا. ايه ماشي حظابط ماشي يا انجي علشان تنقذي نفسك تلبسيني انا بقى. تلبسك ايه بس؟ ما انت لابسه من بدري ولا انت واخده بالك. طيب بقول لك ايه خلاص اعملي محضر خيانه. محضر خيانه؟ اه. وده اكتب فيه ان شاء الله؟ عادي تكتب فيه يعني انه في يوم الثلاثاء الموافق 20 الاول في الساعه 9:30 الى 5 مساء شكت انجي احمد في جوزها علي الطيب ان هو بيخونها مع واحده صنافور طويله حلوه زي القمر. بس كده؟ اه بس كده. انتوا وهي اطلعوا من هنا دلوقتي بدل ما اضربكم انتوا الاثنين. ماشي يا حسين ماشي. انا همشي انا همشي يا حسين همشي. بس خليك فاكر ها خليك فاكر يا حسين. ماشي يا علي ماشي. انا وانت والزمن طويل يا علي بس مش طويل زي ساندي.
ايه رايك في المبنى الحلوه دي؟ هو حلو يا حبيبي بس غريب شويه. غريب ايه؟ دي مبنى عم عقول، ده راجل محترم، راجل محترم حل مشكله الشباب. وبعدين ادينا قاعدين على كراسي اهو، نفرد الكرسي، نبني الكرسي براحتنا. شكلك مش هتجيبها لبره خالص. طبعا مش هجيبها لبره، امال انت فاكره ايه؟ ايه ده؟ حرام، ما تديله اي حاجه عشان يغور من الغنى. اديله ايه؟ ده مش تبع عم عجوره، ده اكيد دخيل على المكان. طب بقول لك ليه يا لؤي؟ انا مش مستريحه المكان ده خالص، ما تيجي نروح على كافيه تاني. يا ساتر يا رب. خلاص انزل 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 انزل. الله يخرب بيتك. وبتسيب ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيعكسني، ده بيعكسني يا علي. ايه انجي بالهم الاولاد؟ الولاد تعبانين قوي يا علي. ما انا سايبهم الصبح كويسين وبيلعبوا. هم كانوا كويسين قوي، بس فجاه كده لقيت مي بتكح كحه غريبه جدا، بتهوى وكده، وسولي البومه لقيت بطنه اتفخت يا حبيبي، زي ما يكون حامل في التاسع وعنده اسهال جامد جدا. بيهوهو يمكن يكون من الحلبسه. علي انا قلت الولاد ما ياكلوش حسابلا. حسابلا بس دي كانت من اسبوع يا انجي. هي الحبسله كده بترقط في البطن وتنطر بعد اسبوع على طول. تنطر. طب يلا نشوفهم. يلا حاضر. في ايه يا حبايبي مالكم؟ بكح كحه غريبه قوي يا بابا. لا انا بكح كحه غريبه قوي. سولي بطني وجعاني. صح، انا بطني وجعاني قوي. بابي انت لازم تقعد جنبي. هو انا لو قعدت جنبك هتخف يا حبيبي؟ يا بابي احنا انت لازم تقعد جنبي، وكمان عشان هيساعدنا ان احنا نخف، وهنحس كمان بالامن والامان. امن وامان ايه وانا وزير الداخليه؟ بابي في حقوق على ابنائك مش تنساك ورا معزه. معزه؟ نزوة. نزوة. ده انا كنت موضب لكم خروجة، كنت هوديكوا النادي. معلش خليها مرة تانية بقى. بابي يلا بينا، يا بيت كويس. انا الحمد لله مش عندي اي كحة خالص. طب ايه رأيكم بقى؟ خروجة النادي راحت وخروجة الاسبوع راحت، عشان تعرفوا تبقوا تكدبوا عليا كويس. ايه اللي بتقوله ده يا علي؟ هو في ايه يا ولاد؟ هو انتوا مش كنتوا تعبانين؟ وانتي كنتي بتكحي كحة البطة من شوية؟ شوفي بقى مين اللي معلمهم الكذب. ايه اللي انت بتقوله ده يا علي؟ بابي انا ما كنتش بكذب. اهو سولي هيقول الحقيقه. قولي سولي. انا كنت بمثل بس. انت اوفر، وانت كمان اوفر. جت كنيله. وايه ده؟ ايه ده البتاع ده؟ المفروض يبقى فيه تلج. ده مفيش مصداقيه. بقى سامعني حالا. انا اخلصي. جوزك ده مش سهل خالص. هو مش سهلة. وانت غبي، في حد يبقى بطنه وجعاه يمسك رجليه؟ وانت كمان، وانت مش قلت لك تحطي تلج؟ كانت كخيبة. طيب انت ليه ما صرحتهوش يا انجي؟ خايفة. انت عارفه بجح من بجحته يقول لي بحبها ولا حاجة. فكرك يعني ان فكرة رجاء فك بوزك يرجع جوزك دي هتفلح؟ اكيد لا، ما كنتش جيت لك. كانت فلحت معايا. انا اسفه يا حبيبي، اسفه بصراحه. انا كنت بخيبه يعني، زعلت عليه كتير قوي. مش فاهم يعني، هو كل واحد مراته تزعله شويه قام يروح يتجوز واحده يحب واحده ثانيه؟ كان زماني حبيت 500 واحده. انا بقول لك ايه يا سمير، يعني انت راجل طول عمرك خدوم يعني، وعندك قدرات اقناعيه رهيبه. ايه يعني لو رايك، يعني لو انت ما عندكش مانع ان انت تقنع البنت دي انها تبعد عن علي، يعني تقابلها انت وتقنعها انها تبعد عن علي، يعني ممكن تقول لها مثلا ان هو عنده مرض معدي. لا 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 انا موافق قوي طبعا. لازم ان دي عيله هتنتهي قدامي. أمري لله. لا أنا موافق حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، يطعمك ما يحرمك.
كل التفاصيل عن البنت هنا؟ يعني انت ممكن تبص عليها وتدرسها وكده؟ جابها لي يا حسين، حسين جوز كاميليا. يعني كلها مظبوطة. ربنا يوفقك يا رب، ربنا ربنا يكرمك يطعمك ما يحرمك يا رب. الله يخليك. انا لا 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 تحت امرك، لا عشان خاطرك وعشان خاطر الاولاد. ربنا يخليك يا رب. معلش انا اسفه يعني خلصت لك المناديل بتاعتك دي. كانت بتاعتي. لا محتاجاها انا لسه ما خلصتش. تعرف يا شعبان، مراتاتنا هم اللي بيخلونا نخونهم. ما انتوا لو ما كنتوش اتجوزتوهم ما كنتوش خنتوهم. لا يا غبي، ممكن نتجوزهم وما نخونهمش عادي، لو لقينا في بيوتنا كل الحاجات اللي محتاجينها. يعني انت بتخون انجي؟ بفكر بس. ايه؟ تصدق اسامح يا عم؟ سامح ايه؟ اصحى بقى يا عم، يا عم اصحى، انا شعبان. اسواق شعبان. معلش معلش معلش، اصل انا عقلي مش فيا، عقلي عقلي في واحده تانية. اوبا. تصدق يا سامح برضو؟ يا باشا يا باشا، بص هنا معايا، اسواق شعبان، اسواق شعبان عادي سهله. قول شعبان. تصدق سامح، مفيش مره واحده يا سامح اتفرجت معايا على ماتش الزمالك وبعد ما جه جون راحت واخداني بالحضن كده زي ما بيعملوا في الماتشات بتاعت اوروبا. يا ساتر يا رب، للدرجه دي؟ طب تصدق بقى ان مفيش مره شافت معايا ماتش للزمالك وجه جون اصلا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. لا ده انت من حقك كده انك انت تخونها. عارف يا سامح؟ سلوى انا سامح فعلا. ايوه. آخر مرة قالت لي يا بيبي إمتى؟ إمتى؟ يمكن بعد ما اتجوزنا بشهرين. ده في مرة لما كان ابني سوري بقى عنده 6 شهور حلو كده، ها؟ قالت لي غير للبيبي عشان عملها على روحه. شفت الرومانسية يا سامح؟ بص والله أنا حاجة يعني في حاجتين قرفني. اه اللي أنت قلته دلوقتي ده. وهات إيدك. لا بقرف. هات إيدك معلش. اتفضل. والعشرة دول. أيوة. والعشرة دول اسمي شعبان. مش مشكلة. اتفضل كمل كلامك. مش مشكلة. يا سلام بقى لو في أكلة أنت بتحبها تعمل أي أكلة تانية إلا الأكلة دي. لا دي بتعند بقى. لا مش عند، عملت لها اللي هي عايزاه تعمل لك اللي أنت عايزه، ما عملت لهاش اللي هي عايزاه تاكل من السوق طول الشهر. ما انت كمان مش لازم يعني تبين لها أن أنت بتحب الأكلة دي قوي يعني. لا هتسود عيشتك أكتر وتشغل لك اسطوانة بقى أنا قاعدة بطبخ وأكنس وأمسح وكمان مش عاجبك الأكل بتاعي، مع إنك ممكن تعمل لك الأكلة اللي أنت بتحبها عادي يعني. عادي عادي يا سامح. ما هو أنا بقى عشان كده كسامح مش عايز أتجوز. سامح مين أنت؟ شعبان على فكرة. أنا شعبان؟ ها؟ فعلاً؟ ها؟ طب أنا بقى كشعبان أنا بحب أهبة حبيبتي. هبة حبيبتي هي مسافرة بس راجعة إن شاء الله بإذن الله راجعة. انا ايه اللي قعدني؟ طيب باي باي سامح. مع الف سلامه مع الف سلامه. بقول لك ايه يا سامح، هو مين اللي كان قاعد هنا ده؟ مساء الخير. على فكره انا بقالي كتير مستنيه. شوفي ساندي يا بنتي، أنا بعت أجيبك النهاردة عشان أقول لك كلمتين وبس، يا ريت تبعدي عن علي وتقربي مني أنا. هو حضرتك أنا جيت، أنت عاوز مني إيه بقى؟ ما هو أنا دكتور. ما أنا شفت وأنا داخلة إنك أنت دكتور، بس أنا مش عيانة، عاوز مني إيه؟ بس أنا عيان ومحتاج مريضة زيك كده. أنت بتفول عليا؟ أنا مش عيانة. بس أنا اللي عيان ومحتاج مريضة اسمها ساندي تبقى جنبي. بص بقى، لو ما قلتش أنت عاوز مني إيه أنا هقوم أمشي. يمي أنا كده خوفت بقى، ما أنا ممكن أقوم أجري. بص يا بنتي، بصراحة علي ومراته إنجي أصحابي وجيراني كده. طب معلش وأنا مالي؟ ايوه بس علي متجوز، انما انا مستعد اضحي وارك. سيبك منه وركزي معايا. يا ريتني اركز. ما انت برضو اكيد متجوز.
ايوه انا متجوز مستعد اخون مراتي. لا لا سوري باردون، بس الست اللي تمشي مع راجل متجوز لازم تفهم كويس قوي انها بتدمر حياته وتدمر مستقبله ومستقبل اهله. بس علي اكيد راجل وفاهم بيعمل ايه. طب ما انا راجل ومش فاهم. مش شرط يا حبيبتي. ميسي لافي دكتور، علي جام موا بوكو اي موا جو تام علي. الا انت قلت لي اسمك ايه؟ على ما افتكر دكتور سمير. طب فوتك بعافيه بقى. بعافيه بقى. اوف خرب بيتك يا علي. هم دول الاصحاب يعني 20 سنه فاتح العياده ولا مريضه بالمنظر ده جاتني. كل اللي جون اكسباير. انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك. وما بقتش بعرف انام غير لما بحلم بيك يا حياتي. والله وانا كمان يا لوي، بس انا زعلانه. ليه؟ سمير جارك ده كلمني وقابلني قال لي اني لازم اسيبك. ده حاقد، حاقد منفسن. ايوه سيبك منه. صح انا برضو قلت كده، ولا يهمك يا ريان. طب ايه بقى؟ ايه؟ لا لا ماليش في الجو ده خالص، وانت عارف ده، وانا بنت ناس. ما انا عشان كده حبيتك يا حبيبتي. طب قولي لي اروح اكلم بابا امتى؟ اكلم بابا امتى؟ بابا مطلق ماما. مش مهم. طيب اكلم ماما امتى؟ ماما متجوزة واحد مش مصري وعايشة برا مصر. طب أكلم خالتك إمتى؟ خالتي وهي بتقتل جوزها كان بيطلع الروح قتلها ومات. طب لما مؤاخذة حبيبتي، يعني لما حد يخبط على باب بيتكوا يعني مين اللي هيفتح له؟ ينفع أخويا. حلو. أكلم أخوكي. ما ينفعش تقابله. ليه؟ عشان هو في السجن. ده العيلة المنيلة دي. بس ينفع تكلمه على التليفون. مش مهم. انا اللي يهمني انتي. انتي موافقة؟ طبعا يا لوي موافقة اكيد. وانا موافق. وانت ايه؟ انا كمان موافق. طب انت هتفضل وقت ايه؟ انا كمان موافق. موافق يا علي. موافق. انجي يا اختي. في حاجة يا علي؟ لا مفيش حاجة. نام نام نام. يا ساتر يا رب. في ايه؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف. مين بيخبط علينا بالطريقة دي؟ في ايه يا منال؟ مش مصحكي يا دروجة. عنك ما سمحتي. مش مصحكي يا سمورة. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب تقعوا ما قلت لناش نعمل ايه ده؟ بالراحة بالراحة. ايه ده؟ منال الحمد لله على السلامة. انت جرة جاموستين ولا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا منال. ايه ده؟ انا شفت المشهد ده فين قبل كده؟ مشهد ايه يا انجي؟ دي الهانم جرى الاتنين دول عشان العيد الكبير قرب، شكلها هتبيعهم. يا رب يتجوز عليكي، يجيب لك واحده تطبق على مراوشك يا رب. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ وترازي فيكي. راجع من الكويت مبقوقك ده ليه؟ بقول لك ايه؟ مش عايزه فضايح، خش جوه عشان نتكلم. يلا يلا اقعد. مساء الخير. استاذ مين يا حبيبتي؟ مساء النور. رايح فين؟ رايح فين؟ راح اجيب لك بلح من فوق. استاذ علي موجود؟ استاذ علي. استاذ علي. هي هي هي. انا علي. وانا ام علي.